عودة إلى الأخبار الدولية، حيث أكد مجددا ممثل عدة دول على غرار ليزوتو، زيمبابوي وإثيوبيا أمام اللجنة الرابعة للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدوا على ضرورة تنظيم استفتاء حر وعادل من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي. من جهته أكد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني دعمه لكفاح الشعب الصحراوي ومرافقته حتى نيل حريته واستقلاله. إلى ذلك جددت القوى السياسية المنضوية تحت لواء حزب سومارا الإسباني هي الأخرى دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مؤكدة على ضرورة تحمل إسبانيا مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الصحراوي، هذا فيما شكل انتهاك حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية عنوان موضوع ليوم دراسي بجامعة إشبيلية الإسبانية، حيث تم التأكيد على الدعم التام وغير المشروط لكفاح الشعب الصحراوي. Yeah.